متعلق بالخدمه، وكنتمنى انكم تشجعوا فريمون وتخدموا على راسكم وتزيدوا القدام، لان حتى واحد ما يزيد بك القدام الا ما زدتيش انت راسك القدام، الا ما خدمتيش على راسك انا غتبقاي في بلاصتك. السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير على خير. والكريشه بدات كتكبر يا اختي، كي دايرين نتوما؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم. كنقول الناس اللي اول مره كيشوفوا هذه القناه كنقول لكم مرحبا بكم، عند اختكم هجار. ما تنساوش ديروا لي لايكات الله يحفظكم ليا وبارطاج. كنشوف واحد الحمام تيسحب لي، واش طوبه؟ كنقول طوبه طالعه في السقف الله يستر. المهم البنات، هذا الشهر هذا اخر شهر في القرايه عند رعيان، ورعيان متعلق بزاف بهذه المدرسه. علاش؟ لان دوز فيها الماتيرنيتي، عنده صحابو، حس براسو هو هاد ليكول هادي كيدير فيها لي بيتيز وداكشي، يعني كنحس كيحس براسو راه هو شي لوي، فهمتوني؟ يعني مرتاح فيها، يعني الشونجمون اللي غيكون العام الجاي غيكون شويه صعيب. غادي نجيب رعيان وغنكمل لكم الموضوع، جبت لكم واحد الحاجه زوينه غتشكروني عليها. اوا يوهان سبقني باش يجيب رعيان. نتوما خارجين البنات، يا ربي تكونوا كتسمعوا مزيان حنا والدراري. البنات جاوني بزاف ديال الاسئله، قلتوا لي هاجر ما عرفت هاجر واش خدامه ولا ما خداماش، يمكن هاجر جلست من الخدمه، يمكن هاجر على ود ديك المرض اللي عندها ديال السياتيك ما بقاتش خدامه جلسات هذا هذا. فهاد الفيديو هذا ان شاء الله غادي نجاوبكم، غادي نقول لكم بان السياتيك المرض ديالي مازال باقا مريضه بيه، والحمد لله ملي كنعطي راحه راسي والسياتيك ما كيداواش، ملي كتعطي راحه راسك كيميك عليك، ولكن الا نبشتي عليه كيرجع لك. وبالنسبه للخدمه، الخدمه خوتي راني ما قلتش، غير كغتشوفوني شفتوني بانني واحد المده طويله وانا جالسه من الخدمه وطحت مع الحماله، كنت دايره ديجا لا غيد مالادي ديال السياتيك وطحت مع الحماله وقلبتها. ليكول صراحه زوينه ماشي بحال ليكول اخرى، مي بون طحت مع الحماله وقلبت لا غيد مالادي ديال بالحماله وليات السياتيك، فهمتوني؟ يعني كنت دايره غير مرضي السياتيك ودابا ولات عندي غير مرضي الحماله. شارجي غندخل، باقي لي شارجي وشالونس، غندخل في كونجي د ماتيرنيتي. ديك الساعه من غيسالي كونجي د ماتيرنيتي يحل الله غادي نفكر شنو غادي ندير من بعد. المهم نتما يحل الله. والي هذا خوتي، فكرت في الناس ديال اوروبا، العيالات ديال اوروبا اللي تا هما ما كيبغيوش يخدموا، كيبغيوش يخدموا يديبلاصو ويمشيو يخدموا، كيبغيو يخدموا غير من دارهم، ولا ما كتكونش عندها اللغه بانها تمشي تقلب على خدمه، ولا ما كيكونش عندها تكونش موتوريزي، ما عندهاش موين ترونسبور باش تمشي تقلب على خدمه، ولا كتكون مقابله وليداتها، كتكون مقابله وليداتها وما كاينش اللي يحضرهم ليها وكتبغي تخدم وتدبر على راسها. تحية المرأة فين ما كانت، المرأة العربية اللي كتجيبها بدراعها حلالا طيبة كتومر على وليداتها وكتبغي تبني المستقبل ديالها. هنا في هاد الفيديو اخوتي غنطلع غير الطوموبيل نكملكم فيديو. البنات عندنا الحرارة واحد 33 درجة في الحرارة في الزنقة، منعاود ليكمش. نكملو الفيديو اخوتي. كاينه اخوتي واحد الشركه ايطاليه سميتها شوغان، هاد الشركه هادي كتخدم العيالات فين ما كنتي في اوروبا كتخدمي وكتبري على عمر بالبيان. والحاجه الوحده اللي عجبتني انهم هاد الشركه الايطاليه كتدبر حتى على الجزائريات، كانوا مساك شحال هادي كنت كندير لا بيبيسيتي ديال شي شركات، يعني العيالات اللي
كيكونوا عايشين في اوروبا كيبغيو يخدموا من الدار وكانوا مساكن كيدخلوا عندي في التعاليق وكيقول لي يا اختي وحنا الجزائر ديال اللي عايشين في الجزائر واش حنا ما نخدموش على راسنا من الدار. اي دابا الحمد لله هاد الشركه ديال شوغان دخلت حتى في الجزائر ويمكن لك ايتها المراه الجزائريه يمكن لك تخدمي حتى انت من الدار على وليد على وليداتك وعلى راسك حتى انت. ايوا ان شاء الله يدخلت المغرب حاليا. المغرب اخوتي ما تصيفطوش ليا ما تقولوش ليا حنا بغينا نخدموا لان ما كيخدموش المغاربه اللي ساكنين في المغرب بداو بالجزائر ان شاء الله غادي يكملوا حتى المغرب. نخلي لكم واحد ما ديال السيده واحد السيده سميتها خديجه مراه مكافحه كتخدم على راسها وكتخدم على وليداتها كتخدم في هذه الشركه هذه واللي بغى يخدم معها ما عليه غير يتصل بها في الواتساب ويقول لها انا من طرف هاجر بغيت نخدم. هاد الشركة ديال شوغان تسولوني هاجر هاد الشركة اش فيها خيتي فيها كل خير. هاد الشركة شوغان كتبيع مواد كوسميتيك طبيعية يعني كتبيع روايح طبيعيا كتبيع لي برودوي كوسميتيك طبيعيا وكدير سميتو لي بيجو كتبيع المضادات كتبيع مواد التنظيف كتبيع كلشي من فني طرف يعني عندك كتنوعي في السلعه ديالك عندك كيفاش ديري تبيعيها. هذه دو انك ملي كتبغي تدخلي لهاد لاسوسيتي كتقيدي بواحد الثمن اللي مناسب اللي يمكن اي وحده يمكن ليها تقيد وتدخل تخدم على راسها باش تبدا عكس الشركات الاخرين اللي خاصك تحطي لي زباله فلوس عاد باش غتدخلي تخدمي على راسك. وثالث حاجه انها كتجيب روايح اللي ساهل انك تبيعيهم كتبيع مثلا كتبيع ديك الروايح اللي كيكون روايح اللي كيكونوا لاوت 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 كام بحال ديور شانيل لافي ايفيل كاع اللي روايح اللي كيكونوا عالميين كيكونوا معروفين هي كتبيع نفسهم يعني الكوبي ديالهم غير هما مبدلة ليهم لومباراج ومبدلة ليهم سمية لي سميتها شوغان. أما ملي كتشمي الريحة نفس الشيء. أنا هاد لاسوسيتي هادي عرفتها العام اللي فات كان جاني فيها واحد الباك كادو كنشاركتو معاكم فيه الكريم دو جور كريم دو نوي واحد لو جيل كنت كنغسل به وجهي وفيه واحد الريحة ليا فيه واحد الريحة الراجلي وكانت عجباتني كتبان لك لا كاليتي ملي كتخدمي شي حاجه على الوجه ديالك سيرتو انا وجهي سونسيبل كتبان لك لا كاليتي. المهم ما بغيتش نتعمق لكم بزاف غادي نخليكم هنايا شي تصاور غادي نخليكم السيده كيفاش كتهضر وتعرفكم بلا سوسيتي وفي الاخر نتلاقاو مع نهايه الفيديو ان شاء الله. وها هي وصلتني واللي هي ديال الروائح الذكيه والعطره واحد لي ميني لي ميني بارفان كيحمقوا لي هما ديال الشركه ديال شوغان شركه معروفه دخلت دابا مؤخرا الاسواق الاوروبيه وداكشي بعدا شوفي انا القريعات كيحمقوا هذا المساله ديال هاد القريعات هادو تقولي اش من ماركه هما مستوحين من ماركات عالميه معروفه يعني بزاف ديال الماركات اللي كيعجبونا بحال لي مارك شانيل غوتشي هذاك هيريرا كاين داك بلاك اوبيون. المهم كاينين بزاف ديال الماركات ديال لي بارفان اللي كيكون اكيد الثمن ديالهم غالي فهاد لامارك هادي شوغان كتستوحي بحال يقولوا كتجيب لكم ليكسترا بور ديال هاد لي بارفان هادو وكديرهم لكم بغيتهم 50 مليلتر بحال هاد القريعات راه بعدا القريعات حمقوني بغيتهم في 100 مليلتر بغيتهم في 35 مليلتر وميم ماشي غادي يكونوا غير لي بارفان كاينين ميم كريمات ديال الجسم بعدا ريحتهم كتحمق. انا البارح مع وصلني كولي حل 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 ما صبرتش عليه بعدا هادو شوفوا ليا شحال كيوت بحال دابا هادو عاد كما البنات نعرفكم على لي برودوي تاع شوغان ديريكتومون راني في لو ستوند تاع مارشي دو كليشي في لي ستوند تاع شوغان عاملين دي برودوي ياسر منهم حتى تاع لي بيبي شوفوا لو كوفري تاع البيبي كيما عم بيكم بيبي ما كانش نحاهم لا فارماسي بارتو على خاطر يخفوا على الكول وكلش مي شوغان راهم عاملينهم يعني 100% ناتوريل لي برودوي تاعهم ما فيهم حتى برودوي كيميك ولا حاجه زايده دونك تقدروا ديريهم لي بيبي تاعكم لي برودوي تاع الوجه لا باف ديسكاركو تاع لا لوفيرا دونتيفريس هذا تاع الفحم كيما عم بالكم تاع لو شاربون
اللي بيض السنين. عندكم هادو مالي كوفخين وجدينهم لكم فيه مكياج فيهم كلش ميم حتى لي برودوي تاع لي زانيمو تاع لو شا ولا لو شيان لي شامبوان لي برودوي تاعهم باش يديروا ريحه ملاحه في لي زانيمو. عندكم هاد الماركه اللي معموله فوالا كوم لي اكسسوار كاين لي لونيت لي برودوي تاع الميناج كيف كيف راهم فريمون روعه بري نجرب يعني. هادو ما تاع الشمس الهي سولير 100% ناتشورال. هذا هادو ما ويل امون دوس تاع لو كور في راحه تهبل. هذاك جربته ديجا. هذا عندهم ديزويل ياسر بارفي مي لي بارفان وش نقول لكم تاع رجال وتاع نساء من كلش. عندكم هذا دوك نجربه لكم توت سويت البنات. هذا روج ا ليف في كولور ملاحه وينفخ الشوارب وتحسوا هكا با مش ينفخهمكم طول مي ينفخهمكم في النهار هذاك قولوا 3-4 سوايع تخرجوا من شواربكم الفخين. لي فوسيل وي حبيتهم هذوك لي كريم تاعهم البنات معروفين حتى تاع ليكزيما. ايماجيني تاع ليكزيما انا ودي ارتاح لي من ليكزيما. عندهم كريم تاع ليكزيما ايماجيني عندهم كلش. شوفوا هذا البنات اللي قاعد نوريكم فيه المكياج تاع شوغان لي 100% ناتوريل. هذا راه ينفخ الشوارب كما تاعي درك بداو يتفشوا. لا كولور تاعو الي ترو يعني كلير ملاحه فيه لي كولور ما كانش غير لا كولور هذيا كان حتى ترانسبارون. ينفخ شوارب لا كولور تاعو اون بليس تهبل ويدق يحرق يحرق مي يحرق دوك تشوفوا هاك شويه دوك يتحلوا شوارب يزيدوا يتنفخوا. البنات اخر حاجه غندوي عليها هي ان الصالير. الصالير غادي تسولوني غادي تقولوا لي واش الصالير فيكس واش الا دخلنا تقيدنا غنوليو نتخلصوا غنوليو نشدو الصالير فيكس فيهم ستوبل غنوليو نتخلصوا الصالير فيكس. لا حبيباتي الصالير كيختلف من وحده من وحده يعني الخلاص اللي غتشدي هذا الشهر يقدر ما يكونش هو الشهر الجاي يقدر ما يكونش هو الشهر اللي بعده على حسب لا كاباسيتي ديالك على حسب القفوزيه ديالك. ما كاينش كل ما شحال ما بعتي بزاف شحال ما انك كتربحي. فوالا غادي نحط لكم بعد التصاور غادي تشوفوا تبارك الله العيالات ديالنا العيالات ديالنا لانهم عرب واخا العيالات ديالنا العرب خدامين على راسهم تبارك الله كيشدوا الزبابه ديال الفلوس. ادنى صالير في الشهر هو 500 اورو. تخيلي انت جالسه غير من الدار وكتشدي ادنى صالير هي 500 اورو واعلى صالير هي 7000 اورو. يعني تبارك الله وصل عندي فيها ما يدار. البنات الا خاصكم شي معلومه ما عليكم غير تدخلوا الواتساب هنا عند خديجه وهي غتشرح لكم اي حاجه كتعلق بالخدمه. وكنتمنى انكم تشجعوا فريمون وتخدموا على راسكم وتزيدوا القدام لان حتى واحد ما يزيد بك القدام الا ما زدتيش انت راسك القدام الا ما خدمتيش على راسك انا غتبقاي في بلاصتك. صافي يلا حبوباتي نخليكم هذا هو نهايه الفيديو. يا فيديو قادم ان شاء الله والتوفيق لكم جميعا الله يسهل عليكم ويفتح لكم باب الخير وتهلاو ليا في الراس ديالكم. باي.